إلى سيرة مبدع، حيث مشاعر لها لون خاص تتعلق بمعاني الأشكال التي نظم بها الفنان التشكيلي أعماله الفنية، فهي لغته التي يعبر بها والإحساس الذي يضيفه إلى العلاقات المختلفة بين الأشكال التي يستخدمها في عمله. ولو وصفنا طبيعة كل شكل والمعاني المحتملة لكان ذلك وصفا جزئيا قد يكون مضللا، لأن الشكل يأخذ معناه وكيانه في إطار بقية العلاقات داخل العمل الكلي، أما العناصر التي يستخدمها فيتخذها ليبني من فوقها توافقاته اللونية المميزة وتكوينات ذات طابع فني مميز وخاص. نتحدث عن الفنان التشكيلي غسان مفاضلة الذي زارته كاميرا رؤيا وجاءت لنا بتلك التفاصيل. الطبيعة أو موجودات الطبيعة والمحيط المكاني هي المصدر أو الملهم اللي بستقي منه موضوعاتي، تطور مرحلة الوعي أو التجربة الحياتية والإدراك بإدراك أهمية الفن وضرورته في الحياة. هو كان باعث للاستمرار أو البحث والتنقيب وإعادة قراءة الأشياء بوجوهها المختلفة والمتنوعة. من يراقب عن كثب ما ينجزه الفنان التشكيلي والنحات الأردني غسان مفاضلة يتوصل إلى قناعة مفادها أن الفن يمتلك عنده خصوصية حية تهتم بربط الإنسان بالمكان، يجذبك بهدوء إلى محيطه دون أن تشعر، فيمتزج إحساسك الشخصي بحسه الفني ويسرق منك بصرك دون أن يعطيك الفرصة للخروج. ذهب مفاضلة إلى محاورة واحد من أقدم منجزات الإنسان ليضعها بين أيدينا، تماثيل عين غزال التي تعد من أقدم المنحوتات المتكاملة في التاريخ البشري والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث، فهي مثال ساطع على تطور الحضارات الإنسانية وتعاقبها على جغرافية المكان، أقدم القرى المستقرة التي جمعت بين مزيج الزراعة والصناعة والرعي. 14 عملاً نحتياً في معرض مفاضلة إشعاع من رحم التاريخ، لم يذهب فيها إلى التقليد أو المحاكاة على نحو تسجيلي، بل تعامل معها بوصفها مرجعاً تعبيرياً مفتوحاً على الإمكانات المتنوعة لقراءتها وإعادة إنتاجها من منظور معاصر. في الواقع جاء هذا المشروع من خلال منحة التفرغ الإبداعي من قبل وزارة الثقافة لعام 2017-18. كان موضوعي هو التعامل مع موضوع التماثيل عين غزال من منظور معاصر. جاءت نتيجة للجاذبية اللي بتمتلكها تتوفر عليها التماثيل الأصلية اللي بتعود للعصر الحجري الحديث قبل نحو 10,000 عام، هي تتوفر على إمكانات تعبيرية وأسلوبية وتقنية تشكل نقطة جذب وإغراء لكل فنان، فهذا هو المنفذ الذي دخلت منه إلى التعامل مع هذه التماثيل بروحية معاصرة. تصرفت مع استطالات هي معروفة في استطالاتها في الأعناق تحديداً وفي العيون، حفظت على حدقات العيون، أكملت الجسم باستطالات معاصرة مأخوذة أو مستعارة من الفكر النحتي المعاصر في القرن العشرين، وعلى وجه التحديد مع الفنان السويسري جياكوميتي استعرت استطالات الأرجل وأيضاً أضفت شيء منها على استطالات الأعناق لهذه التماثيل، إضافة إلى استخدام مواد حديثة مثل القضبان المعدنية المصنعة، مادة الحديد نفسها، وإضافة المعاجين ومواد متنوعة. وعن التحديات التي واجهته في أثناء تنفيذه للعمل الفني يقول مفاضلة: التحدي الأول في كيفية إعادة إنتاج هذه التماثيل دون أن تفقد بريقها، إنتاجها بروحية معاصرة وتحافظ بنفس الوقت على ملمحها وعلى سماتها الخاصة.
وهذا كان يتطلب يعني دراسة تأملية أكثر من كونها عملية من خلال وضع الاسكتشات الأولية ومقارنة ما هو واقعي بما هو متخيل لأجل الخروج بعمل من رحم هذه التماثيل أو من أصدائها، وكانت نتيجة بالنسبة لي معقولة. مرحلة التنفيذ بتواجه صعوبات في التقنية، خاصة في التعامل مع مادة الحديد وتطويحها، وهذا بتستعين في مصانع ومشاغل الخاصة بهذه المادة. بصفي الجانب الآخر التعامل مع المادة المواد الداخلية مثل الملمس والمواد المكملة لها التي قمت بإضافتها مثل القضبان المعدنية، مثل إعادة ريسايكل لبعض المستخدمات الراهنة مثل الإطار الدائري للغربال وهو معروف أيضا، وله ارتباط في المجتمع عين غزال نفسه كونهم يعني كانوا السباقين في تشييد أول مستعمرة زراعية مستوطنة زراعية في التاريخ البشري، فكانت الزراعة جزء أو كانت بدايات الزراعة انطلقت من عندهم، فكان هذا الغربال إشارة رمزية لا أكثر ولا أقل، إضافة إلى دوره الجمالي وانسجامه مع حركة رؤوس التماثيل والانحناءات والتدويرات التي قمت بإنتاجها بناء أو استقاء من التماثيل نفسها. يعني مجمل هذه المعطيات هي ممكن تشكل تحديات، لكنها تحديات جمالية أولا وأخيرا. نفذ مفاضلة عدة أعمال فنية أخرى منها جدارية عمان، فبعد أكثر من 15 عاما وصل مفاضل استكمال وترميم جدارية قمر عمان التي توزعت على الواجهات السبعة لنفق الدوار الثالث برعاية دهانات ناشونال وبالتنسيق والتعاون مع أمانة عمان الكبرى. في المرحلة الجديدة عدنا بعض الأجزاء اللي علوها الغبار وعوادم السيارات كانوا جاي أو على مفترق وتقاطع وحركة دواوير وجسور، فكان من الطبيعي أنها تتأثر من كل هذه الظروف الطبيعية والاصطناعية المحيطة فيها. عدنا إنتاجها بما ينسجم مع اللوحة الأولى قبل 16 عام، يعني تم بناء عليها وكأنها عبارة عن بانوراما واحدة أصبحت في سبع الجهات، ممكن سبع جهات، سبع جبال لجبال عمان، أسقطنا هذا الألوان وأسميتها قمر عمان. يعني تستطيع أنت من هذا الجبال أو القمر بوصفه كاشفا ودالا، فهو القمر الذي ننظر منه ونطل على عمان، على حركة جبال عمان، على تضاريس عمان بنوع من الرشاقة والخفة، وهي لأنه على تقاطع سيارات تستطيع راكب السيارة أو من خلال السيارة أن يأخذ لمحة بصرية، اللمحة هذه يعني كأنه تأملها طويلا. حين يحول الفنان النفايات الصلبة إلى جدارية جميلة، هذا هو جوهر الفن الذي يجمل الحياة ويهذب النفس البشرية. هذا تماماً ما فعله مفاضل في جداريته الممتدة على 100 متر مربع والتي تحيط بجاليري الأندى وحملت اسم ريسايكل. كانت المقترح من صاحبة الجاليري الست مجدلين الغزاوي وهي فنانة أيضاً، فكانت طرحت أنه نريد أن نعمل شيء مختلف من خلال مواد بسيطة على هذا الجدار فقط، فكان الاتفاق على استخدام الخشب البناء المستعمل وبعض المواد الحديدية، فجمعناها وأنتجنا. بدأت الجدارية تتشكل أثناء العمل فيها، يعني لم يكن كان هناك ملمح سريع سكتش سريع، لكنها انبنت وأنشئت وتكونت أثناء تنفيذها في الموقع وما زالت لغاية الآن. وكانت تجربة بالنسبة لي مفيدة لكونها كانت في الشارع، وكان تعاملي مع اللي في الشارع مع الأطفال تحديدا، بحيث أنه استقطبت مجموعة من الأطفال وكانوا قاموا بدور المساعدة،
وهذا دعاهم أنهم يحافظوا على الجداريف مستقبلا من العبث نفس الأطفال المنطقة، لأنه شعروا أنهم مشاركين في إنجاز. الفنان غسان لم يجمل عمان فقط، وإنما نالت حصة من الفن كل من الطفيلة وعجلون وجرش بأعمال فنية إنشائية مبدعة تألفت من صفائح حديدية وقضبان معدنية تتقاطع من حيث التكوين في محاولة لاستلهام المفردات المكانية والجمالية من خلال مبادرة الإنسان والمكان بوضع نصب على مداخل المحافظات الأردنية. لم يتوانى مفاضل عن طرح عدد من القضايا المهمة التي تخص الفن التشكيلي الأردني والعربي عموماً، إضافة إلى عرض التحديات التي واجهت الفنانين التشكيليين منذ بداية ظهور هذا الفن على الساحة العربية، فقدم مشهداً نقدياً في التشكيل العربي المعاصر في كتاب خزائن المرئي. النقد في جانب من جوانبه قادر على أن يجسر الفجوة بين المتلقي وبين العمل الفني. النقد إذا كان يتوفر على أدوات نقدية سليمة قادرة على أن تقرأ العمل الفني، تحلل علاقاته وتبرز جوانبه الجمالية والتعبيرية وخصوصيته البيئية أو ملمحه البيئي. هنا ممكن أن نفتح الطريق لتذوق الأعمال الفنية، اقتنائها، محاورتها، وبحيث تكون جزء من تفاصيل الحياة المعاشة، ليس مجرد معطى ترفي وإنما معطى جمالي ضروري لحياة الإنسان للارتقاء بمعنى وجوده في الحياة من خلال الجمال ومن خلال التعبير الفني. والفن التشكيلي موجودة أدواته ومفرداته في محيطنا من خلال الألوان، من خلال الأشكال، في الشوارع، في البيوت، في احنا مؤثثات بصرية. الإنسان هو عبارة عن مشهد تشكيلي متحرك وفي بيئة تشكيلية غنية بعناصرها البصرية. الفنان عليه أن يعيد النظر مليا في محيطه وأن يعبر عنها بما يليق بوجوده وبحياته ومحيطه وبيئته. وعن الفن في الأردن يقول مفاضله: لا يوجد تراكم بالمعنى الحقيقي أو إفرازات نوعية ممكن أن يشار إليها. يعني وزارة الثقافة هي دائما هي ترعى، هي لا تتبنى، لا تنفق، وهذا يعود دائما الإمكانيات. يعني الفنان هو معني أن يواجه لوحده، إن تعاونت معه هذه المؤسسات بيكون شيء جميل وبيكون شيء رافد، بس أعتقد ينبغي عدم التعويل على المؤسسات، على الفنان أن هو وضمن إمكانياته عليه أن يكافح وأن يخرج مشروعه إلى حيز الوجود مهما كان الثمن. يعني نتمنى أن يكون المؤسسات لها دور مؤثر ودور أوسع ودور حقيقي وجوهري وملموس على أرض الواقع، بعيد عن الشكليات وبعيد عن الشعارات. يعني نحن لا نريد معارض تتكرر بشكل دوري وتذهب وكأنها زبد، أن يكون هناك انعكاس على أرض الواقع، أن يكون مشهد حقيقي يعني على مدار 20-30 سنة. أين الإفرازات؟ أين التعبيرات الفنية الجمالية التي تعبر عن روحية الفنان وعن المكان وعن عافية المشهد الفني والثقافي؟ نادراً، وهي جهود فردية في الغالب اللي بنلمس نتائجها هنا أو هناك. على المؤسسات سواء الرسمية أو الخاص أن تطلع بدور حقيقي وجوهري تجاه دعم، تجاه تبني، تجاه رعاية المشاريع الفنية والثقافية، وترى يعني أن ترى إليها لأنها ضرورة وجودية وضرورة حياتية وجمالية وثقافية، ولا علاقة بالمعطى الحضاري للإنسان والمجتمع. بدون الفن تبقى الحياة، تبقى حياة المجتمعات مفرغة وتبقى تطفو على سطح وهمي ضمن قيم
استهلاكية وذات طابع استعراضي لا يقدم ولا يؤخر.